رجب، أنا إبراهيم، بعتني صادق آغا، جيت لأخذ الأخت. مو تعهدنا إنه ما نفترق عن بعض يا رجب؟ ليش بدك تبعدني عنا؟ ما رح نفترق يا ملاكي، أنا مصر على كلامي يا حبيبتي. بس هلأ لازم تروحي، يعني هون المكان مو ممكن تبقي فيه. اسمعي، صادق آغا واحد بوثق فيه كتير، انتي روحي لعنده هلأ، وأنا قبل ما يصير المساء بكون عندك إن شاء الله، بوعدك. أنا قلت لك كل مكان بالنسبة إلي بدونك حبس، تتذكر هالشي؟ الله يوفقك رجب، ما تبعدني عنك مشان يخليني حدك. لا تبكي يا ملاكي، لا تبكي، صبري شوي، راح لكتير، أعطيني وقت لحل هالشغلة وبعدين ما رح أتركك أبدا، بس صبري. يلا كتبته قبل ما انتحر بشوي، لازم تلاقيه قبل ما حدا يقراه. شو هي، ليش لساتها هون؟ عيب، لا تقول هيك. مرت عمي، بدي روح على البيت وارجع. ليش؟ ما شفتي كيف شلناها للمخلوقة وجبناها؟ يعني الله يعزك، ما كان في برجلها لا كندرة ولا شحاطة. إذا بدها تروح على التواليت رح تدوس على الأرض حفيانة. رح أطلع مع رضا وارجع بسرعة. والله يا روحي، مالي مصدقة إنه أمك قامت بخير وسلامة. يا ترى قديش لحقتي تقري من المكتوب؟ شو اللي بتعرفيه؟ نشكر. انتي شو عملتي يا ملك؟ قديش حبك كان ذنب كبير، هو كبير على قد ما عم تحترقي وتتعذبي منه، بشو متأملة لهلا؟ عدنان بيك؟ ايه أنا عدنان، مين معي؟ أنا المحامي جهاد. السيد رجب بدي يقابلك ويحكي معك. ايه أنا رح قابله وأحكي معه، بس بالمحكمة أكيد. رجب بدي يحكي معك بموضوع بخصكم، قال بخصوص أخوك مراد جانفاردي. طيب رجب جنبك؟ ايه هون جنبي. أعطيه الموبايل بسرعة. قال بده إياك. شفتكن يا آغا. كيف يعني، شو قصدك؟ أنا شفت شو عملت، شفتك أنت ومراد آغا هداك اليوم. لك يا رجب، الله لا يوفقك، خليك بقرنتك، أنا جاي لعندك وين ما كنت. سيد رجب، حضرة وكيل نيابي عم ينتظرك، تفضل. الله يلعن أبوك يا حقير. أمور آغا. رضا، وينك أنت ولا؟ رجعت على القصر مع تسنيم خانوم، بدنا نجيب شحاطة نارين خانوم. لك الله يلعن هالحالة. شو مفكر حالك عم تساوي؟ بتقول عندي بلاغ بدي أقدمه بعدين بتسكت؟ رجب اطلع فيني، بعرف عندك موضوع مخبيه، بس ما رح اسكت لك إذا كان في شي غلط. ماشي، بس حضرتك ما تعصب، فهمت عليك. خلي عدنان آغا يجي وشوفه وأحكي معه، وبعدين رح أحكي لك كل شي بالتفصيل. ما كنت متوقع أرجع شوفك. لو سمحت تركنا شوي، بدنا نحكي. شو رح تحكي؟ في شغلة بيناتنا وبدنا نحلها، بدنا نشوف رجب أفندي شو مشكلته معي. بقى تركنا لحالنا لو سمحت. لو سمحتوا ما بدي مشاكل. لا لا تشغل بالك أبدا. ها
شو العلاقة اللي علقته على الموبايل؟ قدام غرفة وكيل النيابة واقف، ومراد وما مراد. يعني ما بتعرف شو اللي بقصده؟ لا والله ما بعرف. هلأ بدك صدق إنك إجيت ركض مشان شغلة ما بتعرفها؟ يلا احكي خلصني. شفتكن بعيني، شفتك شلون غرقته وضربته لمراد آغا. ما رح تاخده مني، بدي قتلك يا حقير. كل ما حاول يطلع كنت تضل تنزل راسه تحت المي مشان تغرقه. انت هلأ رح تخبر وكيل النيابة انه انا قتلت اخي وغرقته بالمي، ما هيك؟ آغا انت اضطرتني ساوي هيك. بالله عن جد عم تقول انا اضطريتك؟ ما إعال قوم بسرعة، ما بدك تبلغ عني؟ بلغ يلا وانا رح كون معك. يلا شو ناطر؟ قلي شو بدك تقله لوكيل النيابة. سمعني، عدنان شنفاردي قتل اخوه الوحيد مراد، وهو رح يطلع علي ويقول لي هالحكي صحيح؟ تعرف شو رح رد عليه؟ مين الوسخ اللي اتهم؟ بجاوب هذا رجب. رح يقول لي رجب اتهمك. رح احكي شو مخبص. هذا الزلمه اللي خطفها لاختي وما سأل عن عاداتنا بيسألني عندك شهود تثبت؟ انا بقول له اكيد عندي اكثر من شاهد. وفي معلومة تانية، رجب هو يلي احتال علي وأخذ مني 600,000 ورح يسألني في حدا بيثبت؟ رح أقول له أكثر من شاهد. وآخر معلومة، رجب بدل ما يشتكي علي لسيادتك جابني وسومني وهددني، بيسألني والمحامي شاهد على كلامك؟ بقول له إيه شاهد. تعرف سيدي رجب قال لي شغلي بالغرفة التانية. يا آغا أنا رح أتبلى عليك بشغلة ما رح تطلع منها كل حياتك، وهيك بكون ضربت أكتر من عصفور بحجر. ساعتها يا رجب حتى لو خلصت من العدالة رح تكون مشتبه طول عمرك يا شاطر. ورح أقول لهم كمان إنه رجب حاول يبتزني حتى يخلص من تهمة 600,000. أعطيني رأيك، وكيل النيابة مين فينا رح يصدق؟ ها؟ طيب خلينا نفترض شغلة تانية. بنقول إنه وكيل النيابة اقتنع وانحكم علي وسجنوني. أنت رح تحط إيدك بإيد ملك وتاخدها من بيتنا وهي رح تقبل بهالشي؟ طيب أمي رح تعطي بنتها الوحيدة للزلمة الحقير يلي تبلى على ابنها الكبير؟ ورح تقبل تمدله إيدها من شان يبوسا؟ ها؟ يلا خلينا نقول إنه صار هالشي. تمام. طيب ملك رح تقبل تاخد الزلمة يلي تبلى على أخوه الكبير وتتزوجه برأيك وبتعيش معه ورح يصير الرجال يلي بتعتمد عليه؟ ولا رح تزعل وتقله كيف بتسمح لحالك تساوي هيك مع أخي الكبير؟ هذا الصح. طيب خلينا نفترض انحكمت بالسجن المؤبد بتهمة قتل أخي الصغير. ساعتها أنا ومن بعد الطوفان يا رجب، رجب أنا ومن بعد الطوفان. يعني رح خليك بهالدنيا ولا غبي؟ وأختي يلي وسخت شرفي رح خليها عايشة بعد كل هاد؟ الحق معك تتضايق لأني ضربتك وجرحت كرامتك وفكرت إنك ما رح تقدر تأخذها لأختي. يلا بقى هلأ استمتع بانتقامك وخلص يلي بلشته. وبعدك الطوفان يا رجب، استمتع بانتقامك وخلي قلبك يبرد، لا تخلي شي يوقف بوشك. يلا تحرك على مكتب وكيل النيابة. شبك قوم لك شبك، ليش ساكت؟ يلا تحرك تحرك. لحظة حضرة المحامي، فيك تطالعوا لهالحقير. ايه وشو رح يصير بالتهمة اللي وجهت له اياها حضرتك؟ خلص التهمة ما لزوم، خطف اختي وعصبنا منه وهي هي. عفوا بلا مؤاخذة، شو بدقيقة بتشتكي وبعدين بتبطل؟ لك مو صعبة، بكتب لك سطرين بتراجع فيهم عن الشكوى وبنخلص من هالموضوع. وين اختي؟ راحت على البيت.
إيعال، يلا شكرا لك.